عايز اعرف يا فندم، فعلا قدك الدكتور البيطري من ضمن الاطباء المشتركين في الاضراب الجزئي الذي بدأ اليوم؟ نعم، بصفه اللي احنا تبع اتحاد المهن الطبيه، وللاسف يعني نقدر نقول ان الطبيب البيطري مهان في بلده، مهان. انا سافرت اكتر من دوله وشفت الطبيب البيطري في كل دول العالم، في امريكا نفسها رقم 3 بعد الرئيس اوباما وبعد رئيس الولايه. الطبيب يجي المنزله الثالثه، مرتبات تبدا من 50,000 دولار في الشهر. الطبيب بنتكلم هنا على الوضع الحالي في مصر، ازاي يتم اهانه الاطباء البيطريين؟ اولا المرتبات اللي احنا بنقبضها كلام فاضي، ما تكفيش 10 ايام بمعنى اصح. ولولا انا سافرت بره وكان معايا فلوس بدات اسالك، الرصيد بتاعي دلوقتي في البنوك بقى صفر صفر. ليه؟ انا مثلا حضرتك باخد 2500 جنيه بعد 36 سنه خدمه، هل 2500 جنيه يكفوا 30 يوم اكل شرب؟ مفيش طبعا. ان الطبيب البيطري خط الدفاع الاول لصحه الانسان المصري. ليه؟ الانسان مفيش انسان مصري بياكل بروتينات زي اللحوم والالبان والحاجات دي، الاسماك تبعنا، اللحوم كلها تبعنا، اللحوم كلها تبعنا، الاسماك، الالبان، الالبان دي كلها تبعنا، ويتم عليها فحص دقيق. واذا جه المرض هتيجي عن طريق الايه؟ الاكل ده والشرب. فاذا لما نيجي النهارده الطبيب البيطري بعد مثلا بعد 36 سنه ويطلع معاش ياخد مرتب 900 جنيه، معدل كلهم 30 جنيه، هل ده يكفي؟ يعني 30 جنيه هتفطري منهم وتتغدي منهم وتعشي منهم وتلبسي منهم وتعليم العيال ودروس خصوصيه و و و ب 30 جنيه، هل هذا يرضي ربنا؟ مقابل كده ان احد بتوع الضرايب وبتوع الكهرباء، بتاع الكهرباء عامل بيطلع بياخد 230 الف جنيه نهايه خدمه. الطبيب البيطري لما بيطلع، لان احنا تبع المحليات، بياخد 18,000 جنيه. هات النسبه وتناسب كده. العامل في الكهرباء بياخد 230، وانا عن تجربه عندنا واحد من عيلتنا عامل وجه قال لي تعالى معايا عشان انا اخد 230، او فعلا خد 230، ثلاث شيكات ب 230. مطالبكم يا فندم في الاضراب الجزئي، لماذا قمتم بعمل اضراب؟ بص يا حضرتك، احنا ما عملناش اضراب، احنا برضو خدنا في شغلنا وجينا برضو هنا، هو كلام سليم. احنا بنطالب بتنفيذ الكادر. خلاص كان مجلس الشورى السابق خلاص اقرب احقيه الاطباء البيطريين والصيادله والاسنان بالكادر دوت، كلام سليم. جت لغى. طب ليه تلغى؟ ليه تلغى؟ ليه مش المفروض نحسن دخل البني ادم الطبيب البيطري اللي شغال 24؟ احنا لسه الاسبوع اللي فات الدكتوره سعاد الخولي ادتنا تعليمات بامر من رئيس الهيئه اللي احنا ننزل تفتيش معظم المحافظات. مسكنا 100 طن فراخ معفنه، مش فاسده، لا ده جوه الثلاجه والحيطه طالعه. خلاص 100 طن واتعمل، وكنت انا والدكتور نادي زميلي والدكتور عادل عزيز والدكتور وفيق، انا رحت معاهم مره بعد كده قلت لهم معلش ارحموني من. طب خلينا في السياق، المطالبات اللي بيطالبوا بيها الكادر وايه تاني؟ اولا يبقى في جهه واحده للرقابه على اللحوم والالبان والدواجن والحاجات دي. ما ينفعش واحد يبقى معاه بكالوريوس تجاره في التموين وينزل يشتغل، ما ينفعش. واحد معاه مهندس زراعي بيخش يكشف على اللحوم، هل ده ينفع؟ الجهه الوحيده اللي هي تكشف على اللحوم والالبان والدواجن والاسماك جهه الطب البيطري. فوجئنا ان في جهاز اسمه سلامه الجوده لاغي تماما الطب البيطري، ما ينفعش ما ينفعش. طب واحد بكالوريوس تجاره هيفهم ايه؟ انا كطبيب ومدير عام حاليا دلوقتي بدرجه مدير عام خلاص، انا اشتغلت في بدايه حياتي في مخزن السيده زينب اللي هو دلوقتي مستشفى اطفال 57 53، ده كان مخزن بتاع اللحوم. نهايه الخدمه حرام الدكتور يطلع 18,000 واحد عامل في. طبعا ما نقللش من قيمه العمال، بس يبقى في، انا عايز اتساوى بالعامل ده، انا عايز اتساوى بالعامل ده. يعني واحد بياخد 200، وانا بقول لك انا بنفسي اللي رحت معاه وجبت له المبلغ ده ثلاث شيكات. ينفع واحد عامل ياخد 200 ودكتور 36 سنه ياخد 18,000 جنيه؟ طيب يا فندم،
التصعيد ما بعد الاضراب الجزئي هتعملوا ايه بعد كده؟ والله بص اقول لك، احنا شيوخ الطب البيطري نسيب بقى الموضوع بقى لشبابنا طالع بعد 6 شهور معاش ان شاء الله ان كان العمر. فانا جيت بنفسي عشان برضو نشجع الاطباء الصغيرين ياخدوا حقهم، احنا ما خدناش حقنا في الدوله، هم ياخدوا حقهم في الدوله. ونشكركم، السلام عليكم.